أولا بالنسبة إلى اختراق المواقع، مواقع الآخرين، سواء كان يعني الآخر هو غير المسلم، الكتابي غير الكتابي، نحن بشكل عام نقول بأنه من غير المسموح شرعا أن نخترق مواقع الآخرين بشكل عام. نعم، أعداء الإسلام، وخصوصا عندما نحن نتكلم عن العدو الذي هو أخرجنا من ديارنا ويحاربنا في ديننا، وأقصد بالضبط هو العدو الصهيوني. اختراق المواقع العدو الصهيوني، المواقع الإلكترونية أو ما يعبر عنه الآن بحرب، يعني الحرب ما يسمى بحرب السايبر، أنا أعتقد بأن هذا لا إشكال فيه، هذا جزء من الحرب، هذا نوع أيضا من الجهاد، نوع من الجهاد المشروع، لأن الإسرائيلي أخرجك من ديارك واحتل بلدنا، احتل وطننا، واحتل أرضنا، احتل فلسطين، احتل الكثير من بلدان العربية. والعدو الصهيوني هو عدو، والمجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عدائي، مجتمع ما يعبر عنه الآن بالمجتمع الحربي بكل ما لديه، على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، وكذلك على المستوى الإلكتروني وهذه الفضاءات المجازية. على هذا الأساس لا مانع شرعا، بل هذا نوع من الجهاد، أن نخترق مواقع العدو الصهيوني خصوصا التي يستعملها في العسكر وفي الأمن كما يعني كما حدث وحصل، فلا إشكال في ذلك، بل هذا نوع، هذا هو نوع من الجهاد. وأنا في هذا المجال دائما أقول بأنه في هناك من يخطئ أحيانا ساحات الجهاد، فيذهب إلى مثلا بدل أن يقاتل في فلسطين يذهب إلى أفغانستان، تختلط عليه الأولويات، بدل أن يقاتل في فلسطين يذهب الآن إلى سوريا. أيضا هنا هذه ساحة من ساحات الجهاد، الجهاد الإلكتروني، أن نضرب المواقع الصهيونية خصوصا التي تشكل حالة عدائية لنا كمسلمين وكعرب، وهذا العمل لا إشكال فيه. وأكثر من ذلك يعني أنا أعتقد بأن هذا العمل فيه أجر المجاهدين إن شاء الله. ثم أيضا هناك أيضا يعني بديهيا هناك أجهزة أمريكية مخترقة لكل ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه أمور بديهية تماما يعني. نعم. فهم لا يتركون الأمور على حالها هكذا. صح. فيعني يكون مخطئا من يظن أن هذه المواقع هي مواقع آمنة هكذا. لا شك أن هذه المواقع هي تعمل في خدمة العدو الصهيوني. نعم نعم. وهذه جزء من الإمكانيات التي يستعملها العدو الصهيوني للتجسس علينا ولضربنا ولغزونا. يعني هذه جزء لا يتجزأ من مقومات هذا الكيان الصهيوني. فبارك الله في تلك الأيدي وجزاهم الله ألف خير عن الإسلام والمسلمين، وأنا أعتقد بأن هذا العمل لا شبهة فيه من الناحية الشرعية.